خير، ايش جايبك؟ خير بويج، جاي اشوف اليهال اذا داخل ناديهم. والله زين ذكرت ان عندك عيال، غريبه مرتك ما نستك اياهم. عذاري، تعوذي من ابليس ونادي اليهال. وين بتوديهم؟ حق غنموه؟ عذاري، اذا داخل طلعيهم علشان يستانسون شوي. حملني فهد. هلا 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 بحبايبي. هلا، شلونك؟ بخير يبا. انا بنروح البيت، ما نبي نقعد هنا. ما علي يبا، بس الحين انتوا روحوا بدلوا ثيابكم وكشخوا عشان نطلع، وبعدين يصير خير. ما عليك امر اذا تغيرين لهم ثيابهم عشان نمشي بسرعه. يعني شيء طبيعي، انا اللي ابدل وانا اللي اغسل وانا اللي اسبح وانا اللي اوكل، شو الجديد يعني؟ يلا يما قدامي. عذاري، هاي مصروف حق هاي الشهر، ان شاء الله يكفيك لك وحق عيالك، مرتاحه ان شاء الله. انا مو محتاجه شيء، الحمد لله مستوره وبخير ونعمه من الله، بس لو سمحت عيالك لا تقطع عنهم المصروف، لانهم ليل نهار فاتحين حلوجهم يما نبي ويما نبي، وانا مالي خلق الحنه وعوار الراس. ايش عندك؟ ايش تبين يا عيال؟ ولدي وينه؟ وين ولدي؟ وين وديت ولدي؟ ايش سويت في ولدي؟ واللي سلمك تحتش، قول وين وديت ولدي؟ ولدك ما شفناه، ولا تقعدين تبلين علينا. يلا يبا، راوينا عرض اكتافك. يلا. لا، انا مبطالعه، مبطالعه قبل ما تجيب لي ولدي. ترد ولدي واللي سلمك يا عمي ركان، واللي خليك. ترى والله والله اشتكي عليكم في مركز الشرطة، والله اشتكي عليكم والله. شو تبلغين علينا؟ حرامية احنا؟ واذا نسيت البوقات اللي بقتيها انت وولدك من بيت اهل مرته. احنا ما بقنا، انت اللي شريت البيت، وانت بلسانك قلت لنا قعدوا في البيت، هاي بيتكم، هذا حلالكم، العبوا في الحلال، سووا فيه اللي تبونه. هذي كلامك ولا لا؟ انت قلت الكلام ولا لا يا عمي؟ بس ولا كلمة، لا تصرخين على عمك، هذا عمك وتاج راسك، تفهمين؟ واللي سلمك وين ولدي؟ خلاص سامحه، واللي عمك عب يدك عب ريولك، رد لي ولدي. يعني تدرين انه غلطان وتبيني اسامحه؟ انت تعرفين ان ولدك كلب ولسانه طويل. سامح ولادي، اعتبره ولدك وسامحه هالمره. خلاص بقول له ما يصب بيتكم ولا يمر شارعكم. اعتبره ولدك، ولدك وغلط، سامحه هالمره علشاني. يخزي ولدي، انتو حتى خدم ما شغلكم عندي. يلا برا برا. واللي خليك، اعتق ولادي، رجع لي ولادي واللي سلمك يا عمي. واللي خليك، رجع لي ولادي. يلا يا بان عم فاضي. يلا واللي خليك يا عمي. شوف، حسبي الله ونعم الوكيل عليك، حسبي الله ونعم الوكيل. يلا الله ياخذ الحق منك، الله ياخذ الحق منك، حسبي الله ونعم الوكيل. ايش صاير؟ لا تشغل بالك، تعال تعال. حياك تفضل. حياك، اشتري اشتري. بشرني، شو اخبار امورك؟ والله اموري ماشيه وكل شيء تمام. قريب ان شاء الله بعد بيطيح الجمل وبتكثر سجاجين. يعني بتشمت جمات لا صارت ولا استوت يا ابو طلال. ابو جمال ما غيره مديرها. اي ابو جمال اللي مرته شريفه بنت عبد الحميد، تعرفه بنت لو مو بهي وابوها. هذا يوصل حق الكرسي الحارس هذا يخسي. يعني شيلته من الكرسي سهلة مثل الورد مثل الماي. عيش تمطرون، خلصنا يا ركان.
طردة نجاتو هو الكرت الوحيد اللي نلعب عليه عشان تجيب الصندوق ونسكر الموضوع نهائي. أنا مقهور يا أبو طلال، أنا اللي قهريني مش علوه عيني قوية يواجهني، لكن أنا غلطان اللي ما زرطته وذبحته. مش علوه ما يفيدنا الحين ولا يسوي لنا أي تهديد. التهديد من بنتك واللي حواليها. خلص الموضوع، لف الموضوع يا ركان وخلصه. تدري نوقف المشروع ايش بيصير وانا اخوك؟ ربعنا اللي برا بيقلبون الدنيا على راسنا. هانت يا غانم هانت، نهايتهم قربت، قريب نهايتهم. ولا يهمك يا مفالح، ترى محمد بعيوني. انتوا روحوا سفرتكم، ان شاء الله تروحون وتردون بالسلامه. مع السلامه. مع السلامه، لا تنسينا من الدعاء ان شاء الله. يا حي الله محمد، حي الله من يا تو ما نور البيت. ها يا بنات، يا بنات، ياكم ضيف. هذا محمد والديراننا، اهله راحوا العمره وخلوه عندنا. ها يا بنات، هلا هلا فيه، ديروا بالكم عليه. ها محمد. حبيبي شو اسمك؟ يعني انتي والمدير وزع يحبني ويموت فيني، وصار له سنين كل يوم يقول لي باكر بنتزوج، وهذا هو مثل دياية ام احمد، لا شفت منه زواج ولا حتى دبلة خطبة عندما عند يدتي. لا لا، وتقولين مرته درت؟ مرته وصل لها خبر انه يكلم واحدة من موظفات الويا بالدوام، بس ما تدري منه. ولليوم ما تدري؟ وليه باكر؟ لأن ما حد يعرف عن اللي بيننا غير أنا وأبو جمال. يعني وزع جن، وإذا درش بتسوي؟ ليش؟ ناوي تقطع رزقي؟ لا وانت صادقة، بنقطع رزق حد ثاني غيرك. انت الحين تبين تقنعيني ان الحين ما شكت فيك؟ بلى شكت، هذه ذيبة تخرع ما يطوفها شيء، مصيبة. عسى الله يفكني منها وارتاح. لا حرام، شريفة طيبة وبنت ناس وقلبها أبيض. احنا ما نبي نفتك منها، احنا بنفتك من شكها فيك بس. شلون؟ أنا أقول لك شلون، نحط بدالك كبش فدا وندبس في الموضوع ونفتك منها ونخلي شريفة تطردها. قصدك نجاة؟ عليك نور، ليكون رفيجتك بس. لا تخسي، قطيعة مسوية روحها مسكينة وبحالها، وهي عقرب رمل. عقرب رمل؟ شلون يعني؟ وجمال يقول يعزها، وهي مسوية روحها مسكينة قدامه علشان يساعدها، وأنا قصيدي إذا ما قاعدة تلف عليه علشان تضبط أمورها معه. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا هذه لازم التعدي. يلا على ايدك، انت ما تقول بتطردها؟ اطردها. لا مو انا اللي بطردها، انت اللي بتخلينها تطرد. انا؟ شلون؟ وزع وزع. سامحيني يا خالتي لاني اذيتك معاي الايام اللي طافت، وسامحيني بعد لاني طلعت عن شورت، بس كان لازم اتصرف واسوي اللي سويته. ما هي جديدة عليك يا مشعل، من يوم انت صغير وانت كاره راكان واللي سواه فينا. انا ما بغيتك تكبر وهالكره في قلبك،
لكنك كبرت وصرت ريال، قمت تخطط من ورانا شلون توصل لركان وترد لنا حقنا. والحق بيرجع لنا يا خالتي. بالصندوق؟ مو بكافي. راكان يبي له 1,000,000 صندوق. يلا تقدر توقف قدامه في المحاكم وترد حقنا وحق غيرنا. ما عليه خالتي، دوم ان احنا عندنا هالصندوق ليش ما نحاول نروح نشتكي عليه ونطالب بحقنا، وغيرنا اللي شافونا سوينا كذي بيروحون يطالبون بحقوقهم بعد. وما تخاف يضرك؟ قلت لك عندنا الصندوق. قول الله فوق الكل وهو الحافظ وهو اللي يسبب الأسباب. والنعم بالله. زين، ما تبي تروح تشوف أمك؟ بلى، بروح أطمن عليها وارجع لكم بسرعة. أنتوا حريم ولا بد أن أحد يحميكم. ما عليك منه، إحنا عندنا اللي يحمينا، مساعد وعبد الله ريايل، تحطهم على يمناك. أنا أشهد أنهم ريايل. ايش فيك؟ اختك اسيل واهنك في البيت هتموت ومحد يجري فيها. وشو؟ اسيل اسيل بطل الباب. اسيل بطل زين كسر الباب. لازم تاخذ الادويه تبعها ما تهمل نفسها بالطريقه هي، خصوصا انه هي حامل وهذا ممكن ياثر على حياه الجنين. عافية ان شاء الله. ايش فيك نجاة؟ ليش متضايقة؟ أقول لك سر بس ما تقوله لحد. سر؟ أوهو، أنا أحب الأسرار. قولي لي، ما راح أقول حق حد ولا حتى على أبوي ولا حتى على أمي. اشتاقت لهم وايد وايد. بس أمك وأبوك ماتوا الله يرحمهم ويدخلهم الجنة الباردة إن شاء الله على قولة أمي. أدري بس اشتاقت لهم، هذا شيء مو بيدي، قسم علي. كل ما تزيد المصايب اللي حوالي أنا وخواتي أحس إني بروحي محتاجت لهم. أنا موجود، أنا قوي، لا يغرك ما عندي عضلات. أمي كلها تقول عبد الله الله ما أعطى الصحة وعافية، متعافية ما شاء الله، إيش على بالك؟ وبعدين لا تقولين أنت ضعيفة، أنت الله معك وأمي معك وأنا بعد معك. الله يخليك لي يا عبد الله ولا يحرمني منك. مشكورة نجاة، الله يطول بعمرك والله يخليك، عسى سفرتكم دائما. أوهو، ما أعرف شو أقول. وأنا صغيرة كانت دائما أمي تأخذني فوق السطح لما خواتي كلهم ينامون، كنا نطالع السماء ونعد النجوم، كانت دائما تمشط لي شعري وتسوي لي عجايف حلوه وتحط لي شريطه حمراء، كانت تبوس راسي وتلمني حيل. كنت اطالع السماء وعد النجوم بس امي كانت تزفني تقولي لا تعدين النجوم مو زين،
ليش مو بزين؟ كانت تقول إذا عديت النجوم بتفقدين أحد غالي، وفقدته. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. الحمد لله يا بنيتي، الله حفظك بحفظه وستر عليك بستره. وأشوى أن موائل علمتنا، ولا كان الحين أنت خبر خير؟ كان الحين أنت من صيد أمس يا بنيتي. أنت الحين ليش تبجين؟ الحمد لله الياهل بخير، وأنت بعد صرتي أحسن. ونبن قلبي تقطع علشانها، ما عرفت أنام طول الليل، بفكر هو عمل فيها إيه اللي ما يخاف ربنا ده. أنا قبلها بيوم سمعته وهو بيصرخ عليها وبيقول لها دشي داخل خلصيني، انت ما عنت طالعة ولا راح لأهلك، انت من اليوم ورايح محبوسة هنا في البيت. الواطي سفلة ولد نسيمة ولعوبة، لكن ما يخالف يصير خير ان شاء الله. خلاص الحين صار اللي صار، وهو لو ريال كان ما نحاش ونخش. المهم الدكتور اليوم قال بيرخصك، ابيك تقطين كل شيء ورا ظهرك ترجعين معانا البيت. ما راح ترجعين بيت ابوي، اقصد بيت راكان. زين هذا رقم الدوام، ردي عليهم يمكن يبونك. الو الو نجاة، تعالي المكتب ضروري، ابو جمال طالبك. طالبني انا؟ ليش في شيء؟ وانا ايش دراني؟ تعالي المكتب واعرفي ايش السالفه. قطيعه هين يا نجات، اخيرا بفتك من وجهك. ريال بعيال وتغازي بعد، صدق ما تستحي. ايش خليت الشباب؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. خير ابو جمال؟ هذه هي. اي سجلي لي تحيه. نزلي ايدك. تبين تاخذين ريلي وتقولين نزلي يدك؟ صدق ما وراك اهل، لكن انا اعرف شلون اطلعك من هني. احترمي نفسك وحشمي عمرك، انا ما ابي ارد عليك عشان ابو جمال. احترمي نفسك، ما ابي اخلط عليك. حشمي نفسك انتي وتربي، اذا ما وراك اهل انا اعرف اربيك. خلاص عاد خلاص من جمال، كفايه. نجاتي باي روحي مكتبك الحين. لا ماني رايحه مكان، انا بفهم شو السالفه، ولا الحين اروح الوزاره اشتكي. لا حبيبتي الوزاره ما راح تفيدك، لان هالحين تنفصلين. شنو فصل؟ نجاة انا شنو انا؟ ما انا ابو جمال، يلا اكتب فصلها الحين. لا تنسى ان انا اللي سويتك وقعدتك على هالكرسي. يلا اشوف. هذه اوراق مهمه وايد، انتم متاكدين باللي بتسوونه؟ اي متاكدين، واي شيء ناقص قوله عشان نجيبه لك. صور، شهود، اوراق، اشرطه. اشرطه؟ انا لما كنت اشتغل عنده كنت موثق كل شيء، تسجيل لمكالماته الهاتفيه، تسجيل فيديو لصفقاته المشبوهه مع الوفود اللي كانت تجي من برا. كل الادله عندنا يا استاذ. الموضوع كبير يا جماعه، هذه قضيه امن دوله واحنا مستعدين لها. مستعده تسجلين ابوك؟ لا مو كذي، بس انا مستعده اسوي اي شيء عشان ديرتي، حتى لو كلفني هالشيء اغلى ما عندي. موقف حلو منك، بس هذه القضيه وايد كبيره وفي وايد اسماء راح تتضرر من وراء الموضوع. وعشان كذي احنا هناك يا استاذ، انت محامي معروف ولك وزنك واسمك، نبيك توقف معانا. القضية هذه ترى قضية وطنية، ولازم تساعد كلنا عشان ما يتسع الشك. في ناس قاعدين يبثون سمومهم في داخل الديرة وبرا الديرة، ويبون يشوهون سمعة الديرة. أشكال ركان الراهي بكل مكان. مبهور فيك أخوي مشعل، شلون قدرت تسوي هذا كله بروحك وتوقف في وجهه وتحاول تكشفه وتفضحه؟ عافية عليك والله، بارك الله فيك. كان لازم واحد فينا يضحي ويسوي اللي سويته. الساكت عن الحق شيطان أخرس يا أستاذ، وركان إذا بحد وقفه عند حده كلنا راح نضيع. الحين قل لي أستاذ، متى نبتدي
تبتدي نتحرك في القضية. أنا شايف أن هالموضوع نحتاج أكثر من محامي. بندرس الموضوع أنا ومجموعة من المحاميين وبنرد لكم خبر قريب إن شاء الله. نحط خطة نمشي عليها ونبتدي إجراءات رفع الدعوة والدخول بتفاصيل القضية أكثر. ماشي اللي تشوفه يا أستاذ، وإحنا تحت أمرك باللي تأمر عليه. اتصلوا عليها في الدوام وراحت لهم، وأنا تميت مع أسيل في المستشفى لين خلصت أوراقها ورخصتها. الحمد لله رب العالمين. وهذا مشعل أخذ السايق والسيارة وراحوا حق المحامي علشان يخلصون موضوع راكان. قطيعة يا شين ما طريتي والله. يلا يا بنيتي ما نقول إلا الحمد لله رب العالمين. ها بنيتي شلون أختك الحين؟ حبيبتي من التعب حطت راسها ونامت. يلا الحمد لله. ايش فيك؟ شو السالفه؟ ايش فيك يا بنيتي؟ سواها اللي ما يخاف ربه. سواها فينا. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. حسبي الله ونعم الوكيل. ايش فيك يا بنيتي؟ ايش صاير؟ شنو؟ شن صاير؟ عاد طيحتي قلبنا. ايش فيك؟ سواها ركان. حسبي الله ونعم الوكيل. افصلوني من الدوام، افصلوني هالظلام. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. لا بالله كملت البطاله. الحين شلون راح نصرف على عمرنا؟ ايش راح نسوي؟ يا خافي باكر كلنا راح نطر في الشوارع. شاب يلا قص الله لسانك. شنو انت قاعده في الشارع طرين؟ انت قاعده في بيت له باب وله طوف ولقمه التيش ليه عندك؟ قولي الحمد لله يا مال ضعفه. ما عليه خالتي سامحيها، اختي ثوله ما تعرف التحكه. دب ادخل يما حياك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايش فيكم نجاة؟ وش فيك؟ ايش حقه تبكين؟ ايش فيها بعد يا بنت؟ فنشوها من شغلها. ما في قطري يتفنش مني وطريق. القطري ما يتفنش الا بسبب قوي. تبلوا علي، طلوني بشرفي وسمعتي. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. انزين فهمينا وشلون فصلوك؟ شت فهمت؟ كله من ابوك خلاهم يطردونها. حسبي الله عليه، قطع رزقها. صلي يقطع رزقها ان شاء الله. حسبي الله ونعم الوكيل. حسباله بنخاف منه ولا بنضيع؟ وين بيروح من ربه؟ المثل يقول اضرب الحطب بالحطب ينكسر الضعيف منه. واحنا وحده وحده وهو بروحه. حسبي الله أنا غانم. لا يبا لا تحاتي خلاص. ايش فيك صاير حنام مثل مرتك؟ من الشغل لا طردوها. يا ريال لو تنطبق السماء على الأرض ما يرجعونك. إيه خلاص خلاص. زين بكلمك بعدين أنا. يلا في مالك. دلعوك ولا ندلعك زيادة؟ ترى وليد يا جماعة صوته حلو، راعي طرب، راعي وناسة. خليها وعليها، معروف عنه يغني في أرقى الأماكن، فندق 7 نجوم في الأعراس. راعي طارة وراعي تنك تنك، راعي صقال يا معينيز يعطونك نقوط عين الله.
أعطوني ماي، أخيلكم أعطوني ماي. أعطوه ماي ليموت علينا، حرام نوسخ يدنا مع هالأشكال. جيبوا له ماي بارد لأن الجو حار والرطوبة زايدة شوي. أنور وزع. اضحكوا أكثر يا بهايم. زين سويت فيه يا أنور، يمكن ينظف شوي. وزع. كان استقوي على واحد مربوط وانت قادر على شوية بنات بيودونك ورا الشمس. رجعتي بيتك أخيراً، استسلمتي يوبا. أنت ايش تبي تسوي أكثر من اللي سويته؟ فهمني، حرام عليك يا يوبا، تبي تدمرهم أكثر من كذي؟ دمرني أنا يا يوبا، دمرني أنا يا يوبا، حرام عليك. أنت اللي جبتي لهم هالشي، لو ما ركبتي راسك وعاندتي ما حد تضرر. رجعي بيتك واللي تبينه بيصير، ولو بتتمين وراهم بتشوفين أكثر وأكثر. وأنت تدرين شو أقدر أسوي. ظالم، بتم طال عمرك ظالم يا يوبا، حرام عليك. هنوف، لا توقفين في وجه أبوك علشان ناس ما يستاهلون. لا تبيعين أبوك وتشترين، ترى بيبيعونك وبتشوفين بعينك. مرحبا طال عمرك. ايه طال عمرك، دفننا وليد الكلب. لا تحاتي طال عمرك، دفناه بمكان حتى الجن الازرق ما يعرفه. تامر طال عمرك، تامر. مع السلامة. احمد عطني سباين اللي عندك. سلام. هاكم سنتين، انت ناقص الله. مشكور. عبد الله بلشتني، انا وين وتصليح البطابط وين؟ حرام مشعل، احمدو يبي يلعب، التاير مبنشر مبنشر مبنشر. يلا بسم الله. عطني يا عطني. سعد سعد لي يا ود التاير. نامت من الحر والقهر. حسبي الله عليك، حسبي الله عليك يا ركان، حسبي الله عليك حساب يكفيك. تسببت على البنية، تطردها من شغلها، تطردها كل واحد، لكن تسبها وتسب شرفها.
الله فوق إن شاء الله. الله فوق. الحوبة لو تبطي ما تخطي، وإن شاء الله يا ربي حوبتها ما تتعدى. الله ينتقم منه. قولي آمين يا يمه. آمين يا بنيتي، آمين. ما علي الهنوف، لا تلومينهم من حرة قلوبهم. أنا ما لومهم يا مشعل، خلهم يفضفضون. أبوي مو راضي يشيلكم من راسه. شنو يعني؟ ما أدري، أحس أن أبوي مو ناوي على خير، ناوي على شيء كبير، شيء يخوف، بس ما أدري وش هو. ألو. سامحيني على الاتصال متأخر، أكيد نايم وقعدتك. منو؟ منو؟ أنا ركان الراهي. القلوب عند بعضها، أكيد كنت نايمة وتحلمين فيني مو بجذي. أنا ما استحي، ما عندي ذوق، ما استحي على وجهي. وزع الموضوع اللي بكلمك فيه ما يتأجل. نجاة، تزوجيني؟ المحامي يقول القضية بتطول شوي، الحين هو والمحامين اللي عنده في المكتب بيدرسون القضية قبل لا يرفعونها، يعني بتاخذ وقت. ايش كثر يعني هالوقت؟ اسبوع، شهر، سنة؟ ترى حالتنا كثيفة، ليه متى بننطر؟ حسبي الله عليه، ما بقى شيء ما سواه فينا، طردنا من البيت وشتتنا. يا جماعة سوولنا حل كذي، ما يصير. زين إذا الحكم بيطلع متى يطلع؟ إيش كثر يطول؟ يما السالفة عودة، الموضوع طلع فيه ناس كبار وأسماء معروفة، شيء ما توقعنا. ويوم تدرون إن السالفة معقدة، ليش تخلونا نحط راسنا براسه؟ قاعدين مكودين فوق بعض كنا دي أي ماكينة، لو مخلينا في بيتنا أبرك لنا. ولا واحنا بتم طول عمرنا كذي؟ يعني مو برادين البيت؟ والحين بعد ما انطردت نجاة مالكم امل نتوظف انا ومنال، لان اكيد الحين ركان الراهي بيخلينا ناس في كل مكان يخربون علينا. وانت يا حظي رحت تدورين لنا واسطه، شوفي الحين صار فينا. ايش فيكم يا جماعه؟ ذكري والله، ايش فيكم شابين نار كذي؟ لا اله الا الله. نجاة قولي شيء، فهمي خواتك ان السالفه مهما طالت راح تنحل ان شاء الله. ركان طلبنا للزواج. شنو؟ ركان ما غيره أبوها؟ اي ركان الراهي. ركان يبي يتزوجني. أبوي أنا يبي يتزوجك؟ شلون؟ ليش؟ انت من صدق يا نجاة؟ لا يكون مسخنة. اي من صدقي، دق علي البارحة بالليل وقال لي. ايش قال؟ قال انه مستعد يوقف الحرب اللي بيننا وبينه، ما يبي الصندوق ولا اللي فيه، لا يبي أدلة ولا صور ولا أوراق، يبي يتزوجني ونصير أهل وأحباب، ولا نرفع عليه قضية ولا يأذينا. أكيد هذا ين إبليس ما يقدر عليه، قاعد يلف ويدور علشان يضحك علينا بكلمتين. لا يما، وانت الصاد جاي بيغريكم بفلوسه. أبوي وعرفه زين، يبي يتزوجها عشان يرشكم بفلوسه ويسكتكم. زواج رشوة يعني؟ وانت ايش قلتي له؟ أكيد ما وافقت، صح؟ نجاة، ايش رديتي على ركان؟ ايش قلتي له؟ قلت له افكر. من صدقك؟ خبلة انت يا نيتي، ايش هالحكي؟ ما وافقت، قلت اسمع شو اللي عنده اول وبعدين ارد عليه. قصدك الرد عليه، لان هذا القرار قرارنا كلنا، مو قرارك بروحك. نجاة يا بنيتي، انت الحين زعلانه ومتضايقه علشان تردوك من دوامك،
لكن هذه ما هي نهاية الدنيا. ما يخالف. سمعي، اخذي منه ولا تعطينا، خليه يتحجى لي باكر، بس انت خليك ثابتة على موقفك، لا تخلينا يقدر عليك. شنو؟ شو الكلام اللي تقوله يا راكان؟ ايش فيك انت يا نيت؟ هذه مو منك، منهم. عرفوا شلون يفرون مخك ويلعبون براسك. انت راكان الراهي، واحدة مثل هذه تقدر عليك؟ واحدة مثل هذه تقدر تجيب راسك؟ وانت ريايل تهتز من اسمك؟ يا جماعة انتوا ايش فيكم؟ صبروا، خلوني افهمكم الخطة اللي في بالي. اي خطة واي خرابيط؟ هذه شافتك تبي تتزوج بنتي، قالت تلف عليك مثل ما كانت بتلف على ولدي. قلت لكم هذه حية رقطة ثعلبة، والذيب ما يهرو العبث. طولي بالك يا ام طلال، الصراخ ما يسوي شيء. انا كنت صج بتزوج ابرار، بس انا ادور مصلحتي ومصلحتكم. الا اذا تبون ننقط في السجن انا وريلك، كيفكم؟ لازم نغطي السالفة. والسالفة ما تغطى إلا إذا تزوجتها. الوحيد العانس فيهم لطشت الدنيا، تبهدلت من الفقر والتعب والمسؤولية، الحين هي في عز ضعفها. إذا ما نستغل هالضعف ما سوينا شيء. وليه تزوجتش بتسوي لك هي؟ بتخلي بنتك ومشعل ومع عبد الله واخوانها يغضون النظر عن الموضوع وينسون اللي سويته فيهم ويسكرون السالفه. يا جماعه انتوا ايش فيكم مستعجلين؟ اول خلي اسمع ردها، اذا وافقت شوفوا ايش بسوي فيها، اذا ما وافقت لنا حكي ثاني. ايش فيك تبيني في شيء؟ انتوا شلون تخلونها تروح لها بروحها؟ ما تخافون يأذيها ولا يسوي لها شيء؟ ابو عابد لا تخاف يبا، نجات مو بضعيفة، وبعدين راكان طالبها بروحها، لا تحاتيها، نجات قوية. انا وايد معجب بشجاعتك وبمبادئك وبتفكيرك وبتضحيتك حق خواتك وهلك واللي يعزون عليك. بس ساعات الإنسان يضحي ويضحي ويضحي، ولما يطيح ما يلقى حد يشيل. أنا عرضت عليك الزواج علشان نحل المشكلة اللي بيننا. أنا ما أعرف ألف وأدور. زواج مصلحة لي ولك. بقط ديونك وديون أبوك. أختك أسيل بخليها تكمل دراستها وتكمل الجامعة. أخوك تعيشين في هالبيت معززة مكرمة، خدم، حشم، فلوس، سيارات، بتعيشين أميرة في هالبيت. أخيرا يا نجات تلقين الراحة اللي طول عمرك تدورينا. العرض مفتوح والقرار لك. وزيلك من الشعر بيت أم عبيد وعبيد، برجح حقهم مثل ما خدته من عمي بالضبط. والهنوف
بتي بتعيشيني معانا معززة مكرمة. والهنوف ما بغريبة عليك، رفيجتك، وبتصيرين مرت ابوها في وقت واحد. شي قلتي؟